قرار الأمين العام الأخير للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن وقبل ذلك الدعوات التي وجهت حددت إطارها، هو مائدة مستديرة، ليس هناك حديث عن مفاوضات مباشرة أو، وحدد أيضا الحضور، ونفس الدعوة وجهت لكافة وجهت للجزائر كما وجهت لموريتانيا. وبالنسبة إلينا المبادرات التي أو المواقف التي عبر عنها المغرب هي نفسها، خطاب جلالة الملك في ذكرى 43 للمسيرة الخضراء حاكم لنا ومؤطر للموقف الوطني في الذهاب إلى المائدة المستديرة في بجنيف. بالتالي باقي الأسئلة التي طرحت أعتقد أنه من السابق لأوانه إعطاء أجوبة قبل اللقاء ديال جنيف. الآن غادي نمشيو للقاء ديال جنيف اللي هو مائدة مستديرة، المواقف التي سبق التعبير عنها هي نفسها، والقضايا المرتبطة بالحضور كما كان يتم في اللقاءات في السابق، راه عند في الوقت المناسب كنعلنوا على المعطيات بشكل رسمي وبتواصل رسمي في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.